لكل أصدقائنا سات 7 كيدز بتفتش دايماً على طرق لخدمتكن بشكل أفضل وتقديم أفضل البرامج إلكن. انتظروا إيميل من موقع سات 7 كيدز الإلكتروني واضغطوا على الرابط الموجود بداخله لينقلكن على استمارة استطلاع الرأي الموجودة على موقعنا. عبوا هالاستمارة يلي ما بتاخد أكتر من 5 دقايق من وقتكن وشاركونا رأيكن وإلكن منا مجموعة 6 قصص هدية. سات 7 كيدز، رأيكن بهمنا.